عشرة أنشأت المجلس الاستشاري للشاطئ اللي اجتمع اليوم في دورة استثنائية، وفمت مجموعة من الوزارات معنية، وفم قضايا متعلقة اللي ما هي متعلقة بالتسيير الشاطئ فقط، فما قضايا متعلقة بالأقطار، فم خطط. قال بعد ياك نرجعوا للمسائل اللي قال مسائل احنا نتكلم عليها بصورة شفافة. وأيضا نذكر عن رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز تكلم في ديسمبر 2009 قدام قمة كوبنهاجن لكلمة المناخ اللي عادتها الأمم المتحدة، وتكلم في خطابه قدام العالم كامل، قدام مسؤولين العالم، قال عن موريتانيا، عن ماكشوط، عنها تستدعي جهد من أجل تحسين من استدامتها كمدينة، وتكلم عن الغمر البحري كجزء من مشهد اللي تعاني من ياسر قاع من البلدان الأخرى من المدن. ما أنا القضية ما فيها شيء مشحود ولا فيها شيء ملي مكبر عن قدو، يا كان ملي ما نقبله عنه تعود تعدل من بيلد كبيرة وتعود تسبكيلي عليه، هي هي قضية بسيطة. فما مشاكل بسبب انتروبيك، اسباب لا بسبب الانسان، لا بما كسبت يد الناس، سواء هذا اللي متعلق بالبور، سواء هذا اللي متعلق بالبريش اللي كان من قبل من تراب. وفهم حلول نحن فقط نقولوا عنه، نعتبروا عن لمستوى الوزاره فهم اداره معنيه بالشاطئ، وهي الاداره هي اللي عندها الشيف دفيل، هي اللي عندها المسؤوليه الاولى في اللي ينقال صياغه السياسات الشاطئيه وتنفيذها. وهي الاداره اليوم عاكفه على نوع من تطوير قدراتها وبيض موقعها كإدارة جديرة عنها تدير جميع اللاعبين في السياق، تديرهم في بليده من أجل أن يخلق عمل محسوس. كيف المجتمع المدني مثلا؟ المجتمع المدني هو جزء من أي عملية، من أي صياغة، من أي تنفيذ. قرأنا هون نتكلم عليه الإدارات العمومية التابعين للحكومة الموريتانية، ثم وزارات معنية، ثم وزارة البيئة بإداراتها معنية، خصوصا إدارة بالتأكيد وزارة التجهيز والنقل اللي هي مسؤولة عن الموانئ ومسؤولة عن أيضا العديد من المؤسسات الهامة اللي تعدل عمل الأرض، وكانوا كنا مجمعين معهم اليوم. فهم أيضا وزارات مهمة كيف وزارة بالتأكيد وزارة الإسكان والاستصلاح، وفي وزارة الداخلية والمركزية، وهم وزارة الصيد، ووزارة البترول والمعادن والطاقة، أو كل وزارات عندهم أدوار. وبطبيعة الحال فهم الشركاء الفنيين للقطاع. يقال نبقي نقول هون عن القضية ما ترتجل، الشاطئ عبارة عن انتماتيك من موضوعات البيئية الأكثر أهمية والأكثر حساسية، وأمور ما ترتجل. واليوم اللي عاد يخلق فيه تأخير شوي في الجهد على الأرض هو من أجل أن يعود الجهد لا عاد عنده أثر بيئي، يعود أثر إيجابي، والله على الأقل يتم الحد من الأثر السلبي. يقال بعد على كل حال الهدف ماذا كامل؟ لا أنه تعود الأمور يتم مشاهدتها ويتم التعبير عنها وتدوينها وتوثيقها بصورة شفافة، قضية بصورة موضوعية تماما، وهذا تماما نتحمل مسؤوليته. ما فهم خطار أكبر من قدها، ما فهم شيء جديد. المنطقة الجنوبية اللي جنوب الميناء منطقة فيها ظاهرة انجراف، وهي ظاهرة اندرست من عام 2002 إلى 2003 إلى 2010، والتوجه تسارعها معروف، والسبب والظاهرة أيضا عندها نفس ظاهرة مقابلة في شمال الميناء اللي هي ظاهرة الترسب، وهي ظاهرة سببها الميناء، وهو سببها هو الحد أو توقيف هذه الظاهرة اللي ينقال له العبور الترسبي، اللي هو عبارة عن ظاهرة ماشية تقسم التراب على الشاطئ بمعدل مليون طن سنويا، كل عام يؤخذ فيه مليون طن من التراب ماشي من معدل البور، وقف ذاك توقف ذاك، وبالتالي عاد في المنطقة الجنوبية ما تجابر شيء من التراب وتوقف الشاطئ. قال بعد القضية فهم صياغة فنية، وأيضا فهم صياغة مؤسسية وقانونية تحد منها كمخاطر وليس تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا نختار نزيد شوية على المعلومات اللي قالوا الأخوة. فهم حالة طبيعية تخلق يعدلها الموج، والله زاد اساسا اللي يقولوا له السيل في البحر، منين يعود البحر يجي زمن يعود ينقال على انه يعود يجهر، ذاك معناها شنو معناها على انه يعود ذاك الشاطئ الموج ما يمشي بالتراب اللي كان فيه طالعه وعد الشاطئ، يا غير يقبضها ويردها للبحر، ندرك هذا مفهوم. ايه واضح. هذا مثلا كانوا الخبراء عندهم باطل، حاسين بذيك الروايه. ايوه سيد. عن
طبيعية يعدلها طلوع البحر يجي من الفترة من الزمن من يعود الجنودين قال على انه يعود سيلو يجهر هذه الكرة اللي فيه يعود يفرط لفون يمشي للصابر يردها شور البحر وليك يعود يردها شور الشاطئ. جيد وصلت الفكرة زين؟ فعلا الظاهرة اللي تقدم عليها الأخ ظاهرة خارقة وعلى كل حال فما شي قالوا فهم شي قالوا ليروزيون اللي هي الانجراف وليروزيون ظاهرة هي عبارة عن إفقار المناطق كانت فيها الرمل وهذا الإفقار يتم بالماء ويتم بالرياح بالتأكيد عن الماء هو من مياه سواء كانت مياه بحرية وسواء كانت مياه كيف قال هو لاكري ولا المد ولا يقد يرد يمشي بنسبه من التريبه ويردها يدخلها الماء ويترانسبورتيها معناها عن هذا ظاهر ديناميكيه الماء وفعلا الانجراف من اسبابه يقد يعود نقل التربه. اذا هاي دركه سيد مدير جهود المبذول من طرف يقبو مكالمه من عود تفضلوا. شكرا لكم على اختيار هذا الموضوع. نقول عن ورشوط مهدد هزيع لنا الحر لذلك في نفس الوقت نحن ما يرضى نخل عن الناس لأن نطلب لكم أنكم تحاولوا شيئا ما يعود البرنامج معرض شيئا ما خاصة من مداخلة ممد ومطاولة لا نصور الخطة للضيوف الكرام عن شيء الطريقة المناسبة لمواجهة الظاهرة ظاهرة البحر خطوط البحر اللي نحن عند حال الأدور من جوا العالم يا الله يقلل وزير الاقتصادية نواجهه. شكرا. جيد سيد المدير نحن لهنا نقيسوا لي كونكليزيون يخرصوا ذي اللي الجهود المبذوله برك زي اللي فيها الدوله وفيها المجتمع المدني وفيها ياسر من الجهات متباركه مع تحاول تاهل من جديد الحاجز الرملي من رايك كان هاي جهود جيد سؤال وجهي على كل حال مؤكد عن الدوله الموريتانيه وهذا نبقى واضح اللي هي ما احنا نتكلم عن ثغرات على الشاطئ يا غير ما نقابل نتكلموا على ثغرات في السياسه الحكوميه فم سياسه في الشاطئ وفم الامور الجوهريه يعني مؤشرات ديال اللي عود عليهم الشاطئ وفم توجه فم انفيزيون فم رؤيه للشاطئ معناها عن فم جهد صياغه فم استراتيجيه فم شي قال له المخطط الوطني لاستصلاح الشاطئ وقدم الحكومه صادقت عليه ويمثل جزء من خطه العمل الوطنيه للبيئه. وفم ايضا كيف قلت هذه المدونه اللي هي عباره عن القانون 2007/37 خاصه لها بالشاطئ. وعنده مراسيم واحد منهم مرسوم ل 20 العام 2010 مرسوم يكون ينشئ اللي ينقال له هيئه خاصه بالتنسيق وذات طابع استشاري ينقال لها المجلس الاستشاري حول الشاطئ. وكيف قلنا عدى اليوم الدوره الاستثنائيه. هذه جهود جديده ما كانت خارقه في البدايه. اليوم المؤكد عن فم منظومة ضروري يعني يتم تفعيلها بصورة مباشرة وبصورة سريعة بدون أي تأخير هي منظومة الترسانة القانونية والتنظيمية وذيك الترسانة لوحدها نحن نعتقد في القطاع عنها كفيلة بإحداث نقلة نوعية في اللي قالوا الرهانات المتعلقة بالشاطئ بما فيها الحد من اللي قالوا لوكيباسيون الليغال بيدي هو الليترال في القوانين الموريتانية ان دومين انسيسيبل ولا انالينابل معناها انه ما يقدر ينطى ما يقدر حد يعطيه الحد ولو دومين ماريتيم ما يقدر ينطى وهذه المناطق من استصلاحها واستثمارها واستغلالها من طرف الاسباب الاقتصاديه هي ما هي اقتصاديه بها هي اقتصاديه لا شيء مستديم حد عدل مشروع بهذيك الطريقه يعرف انه ما هو لا هي ما هو لا بعد معرض لانه وبالتالي هذه الترسانه احنا نعتبر عنها اليوم من اهداف القطاع ومن اهداف الحكومه العمل عليها فما لجنة وزارية تعرفوا